الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، القوات المسلحة ترسل مساعدات إغاثية للسودان عبر الجسر الجليدي. كييف تؤكد أن المنشآت العسكرية الروسية في أراضيها أهداف مشروعة للقوات الأوكرانية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري فهم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية. وقدم الرئيس السيسي الشكر لطارق عامر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، وقبل اعتذاره عن الاستمرار بمنصبه. من جانبه قدم طارق عامر الشكر والتقدير للرئيس السيسي على مساندته له خلال فترة توليه منصبه، حيث أكد أنه طلب الاعتذار عن منصبه لضخ دماء جديدة ولاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة الرئيس السيسي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على الاستمرار بالرغم من كل التحديات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعتبر مشروع القرن 21. جاء ذلك خلال زيارة مدبولي لمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يوجه الحكومة بمتابعة مشروع حياة كريمة على مدار الساعة. لكن كعادتي دايما في كل زياره تفقديه بحرص على ان احنا يعني يبقى في جزء من الزياره مهم جدا لمشروع حياه كريمه، وعشان كده كانت بدايه الزياره لقريه ابو صير اللي تابعه لمركز برج العرب لتفقد المشروع العظيم مشروع حياه كريمه اللي سياده الرئيس بيوجه الحكومه بمتابعته على مدار الساعه، واللي زي ما حضراتكم شفتوا يمكن، والحقيقه رجال الهيئه الهندسيه هم اللي قائمين على هذا المشروع مع المنطقة الشمالية، يعني كل المشروعات الخدمية اللي بتتعمل، مياه شرب، صرف صحي، كهرباء، مجمع خدمات، مجمع طبي، شفنا التطوير الكبير اللي بيحصل فيه. ده النموذج اللي هو زي ما حضراتكم بتتابعوا معايا ببقى حريص دايما في كل زيارة ان احنا نؤكد على حرص الحكومة بالرغم من كل التحديات على الاستمرار في هذا المشروع اللي احنا بنعتبره فعلا مشروع القرن 21. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس السيسي وجه بدخول الميكنة الكاملة للموانئ والمعامل. أشار مدبولي إلى أنه تم عمل منظومة جديدة تنقل الموانئ المصرية نقلة نوعية كافية لـ40 عاما قادمة. أشرح بطريقة بسيطة جدا للمواطن مدى التطور أو التطوير الرهيب اللي يعني وجه به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة المواني والتجارة الخارجية لمصر. احنا كان عندنا ايه المشكلة؟ المواني اللي موجودة، المواني معلش عشان نبقى واضحين، مواني قديمة، الأرصفة يمكن مش كافية، أطولها مش كافية على الإطلاق، أعماق المواني ما تكفيش السفن العملاقة أنها تدخل، ولكن كمان كان التحدي الأكبر المنظومة اللي بيحصل فيها التخليص للجمركي والإجراءات والفحص والمعامل والإجراءات البيروقراطية الرهيبة اللي كانت تبقى موجودة. احنا توجيه سيادة الرئيس كان دخول بالميكنة الكاملة لهذا الموضوع. فالحقيقة اللي اتعمل منظومة بكل المقاييس، منظومة بتنقل المواني المصرية لنقلة تانية خالص وتبقى كافية للـ30-40 سنة اللي قدام.
وخلال التصريحات الصحفية على هامش زيارته للإسكندرية، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يتم عمل تطوير كامل لمنظومة الإفراج المسبق عن الشحنات لتسهيل الإجراءات على المواطنين بجمعها في مكان واحد فقط. وأشار مدبولي إلى أن المنظومة الجديدة تعمل الدولة عليها في جميع موانئ مصر بهدف أن تصبح مصر مركزا إقليميا عالميا. فمنظومة كاملة بيحصل تطوير كامل للمواني، منظومة الإفراج المسبق عن الشحنات، ودي منظومة اللي احنا بنسميها الـ ACI مع وزارة المالية. بقى النهاردة المواطن بيجي معاه الورق بتاع الشحنة، كان بيبقى معاه ما يطلق عليه، أنا آسف أقولها باللفظ كده، الدرج المنافستو، اللي مكتوب إنه لازم ياخد موافقات من 20-30 جهة. بقى بيروح في مكان واحد كلهم متجمعين فيه، بيبدأ إن هو يخلص كل إجراءاته وهو واقف. كل دي منظومة جديدة احنا شغالين عليها في كل مواني مصر النهاردة، بهدف ان مصر فعلا تبقى مركز اقليمي عالمي، نستغل الموقع اللي كلنا دائما نتغنى بموقع مصر المتميز. لا، يبقى ده من خلال منظومة مواني جديدة بتنشأ وترفع كفاءة المواني القائمة، بحيث يبقى عندنا منظومة حديثة. وده اللي خلى الحمد لله النهاردة، عشان بس ادي لحضراتكم، وانت حضراتكم بتتابعوا من خلال مذكرات التفاهم والعقود التوقيع اللي بتتعمل جوه المجلس الوزراء، اكبر شركات شحن وشركات حاويات في العالم النهاردة بالرغم من كل التحديات بقت جاية بتوقع على حق امتياز واستغلال وإدارة لأرصفة النهاردة الدولة المصرية نجحت في تنفيذها وبتنفذها في خلال الفترة الجاية. ولولا اللي اتعمل ده ما كانش هذه الشركات فكرت أنها تبقى موجودة في مصر. كان رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قد قام بزيارة لمحافظة الإسكندرية، بدأها بقرية أبو صير التابعة لمركز برج العرب لتفقد مشروع حياة كريمة. وخلال الزيارة تفقد مدبولي سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بميناء الدخيلة، مؤكدا أن الدولة تنفذ خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية بتكليف من الرئيس السيسي. كما تفقد مدبولي مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء الدخيلة، حيث اطلع على الجهود التي قامت بها الهيئة والخاصة برفع كفاءة البنية التحتية لمعامل الهيئة بميناء الدخيلة. كما قام مدبولي بزيارة إلى ميناء الإسكندرية وتابع تطبيق المنظومة الواحدة للتسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية، حيث تفقد مبنى الشركة المصرية للتجارة الإلكترونية. وخلال زيارته تفقد رئيس الوزراء مشروع تطوير حلقة السمك، مؤكدا أهمية هذا المشروع الذي يقوم على زيادة العائد الاقتصادي للحلقة. الزيارة شهدت كذلك تفقد مدبولي مبنى محكمة الإسكندرية الابتدائية، مبنى محكمة أحمد عرابي التاريخي الذي يعد بعد خضوعه لعملية ترميم شاملة. كما تابع رئيس الوزراء ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بإرسال مساعدات إغاثية عبر الجسر الجوي الذي امتد على مدار عدة أيام لجمهورية السودان، في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق بمختلف الأزمات والمحن، أقلعت 5 طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الإغاثية على مدار عدة أيام. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال مساعدات إغاثية عبر الجسر الجوي الذي امتد على مدار عدة أيام لجمهورية السودان، في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن، أقلعت 5 طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الإغاثية على مدار عدة أيام.
اشتملت على كميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارتي الدفاع والصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء السودانيين. تأتي تلك المساعدات تأكيداً على عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام لكلا الجانبين. في إطار توجيهات الرئيس السيسي بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية، وقع مدير الكلية البحرية بروتوكول تعاون مع رئيس جامعة الإسكندرية في مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي لدعم المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك بحضور قائد القوات البحرية. يهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة الطلاب علمياً وعملياً من خلال التعاون العلمي والبحثي فيما بينهما، مما يسهم في تبادل الخبرات والإمكانيات العلمية بمختلف التخصصات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بمنظومة العملية التعليمية لكلا الجانبين. حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ الإسكندرية وعدد من مسؤولي جامعة الإسكندرية. استقبل مركز الإصلاح والتأهيل جمص وفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان وكذا مركز إصلاح وتأهيل القناطر نساء للاطلاع على أوضاع النزلاء وأوجه الرعاية الصحية والمعيشية والاجتماعية والتأهيلية المقدمة لهم ومدى تماشيها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. مع ما أحدثته مراكز الإصلاح والتأهيل من نقلة نوعية وحضارية في منظومة السياسة العقابية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، توالت زيارات المنظمات الحقوقية لتلك المراكز للاطلاع على أوضاع النزلاء الإنسانية والاجتماعية والتأهيلية. فقد استقبل مركز الإصلاح والتأهيل جمص مؤخراً وفداً من المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها المجلس لمراكز الإصلاح والتأهيل لمشاهدة مرافقه والرعاية المقدمة للنزلاء، وفي المقدمة منها الرعاية الصحية المقدمة لهم من خلال المركز الطبي المطور الموجود به. الرعاية الصحية دايما بنشوفها كل مرة بتتقدم بأعلى مستوى موجود بما فيها يعني حالات الطوارئ. النهاردة شفنا حالة طوارئ نزيل، مجرد ان هو جاله ألام في الصدر توجه فورا في خلال وقت قصير ان هو اتجه وعمل رسم قلب واتعملت له كل الفحوصات اللازمة. حقيقي اللي احنا بنشوفه النهاردة هو جزء أساسي من تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أطلقها السيد الرئيس في سبتمبر 2021. احنا نقدر ان احنا من خلال الزيارات والمتابعات نقدر ان احنا نلمس ان هناك مؤشرات حقيقية على وجود تغير للأفضل. وحرص الوفد على زيارة أماكن تأهيل النزلاء التعليمية والثقافية والسلوكية والتأهيلية، حيث تطبق برامج تأهيلية متطورة لتصحيح المسارات الفكرية للنزلاء وإكسابهم مهارات حرفية تسهم في دمجهم في المجتمع عقب الإفراج عنهم، ويشرف على تنفيذها خبراء ومختصون كما شاهدوا منتجات النزلاء. واستمرارا لزيارات المجلس القومي لحقوق الإنسان لمراكز الإصلاح والتأهيل، قام وفد من المجلس بزيارة مركز إصلاح وتأهيل القناطر النساء، شاهدوا مرافقه ومنشآته وبرامج الإصلاح والتأهيل. بحيي وزارة الداخلية، بحيي قطاع الحماية المجتمعية على التركيز النهاردة على العدالة الإصلاحية. الرؤية اللي بتحكم العمل في هذا المركز روح إصلاحية بامتياز، بتسلحهم بمهارات هتساعد النساء دول إنهم لما يخرجوا هتبقى في إيدها حرفة أو مهنة أو صنعة تمكنها انها تبني لنفسها حياه كريمه. وزاره الداخليه تسير بخطى ثابته نحو الغاء المفهوم القديم حول
السجون، وبالفعل تحولت السجون إلى مراكز إصلاح من شأنها أن توفر لكافة النزلاء التمتع بحقوقهم سواء الصحية أو الاجتماعية أو الرياضية. في تطور كبير بيحصل في مراعاة لكل الظروف الخاصة بهؤلاء النزلاء، في تأهيل تعليمي شفناه، في فصول لمحو الأمية. وأشاد الوفد بكافة التجهيزات الموجودة التي تسهم في توفير الرعاية للنزلاء وتأهيلهن وفقاً لمعايير حقوق الإنسان. مبهورة للآن باللي أنا بشوفه بالتغييرات، أنا بشوف أنها مهمة جداً، وأنها فعلاً بتجعل النزيل أنه جزء يندمج من المجتمع. خلال الزيارة شفنا قد إيه في اهتمام طبي بالأطفال الرضع من وقت ما بيتولد لحد الوقت اللي مسموح له بيه حسب القانون. تأكدنا من توافر كل أنواع التطعيمات للأطفال، وشفنا الشهادات الطبية بتاعة الأمهات والأطفال. وتأتي تلك الزيارات ضمن زيارات مكثفة تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على ما تقدمه من رعاية وبرامج إصلاحية للنزلاء تتناسب مع معايير حقوق الإنسان وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها مصر مؤخراً. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت الحملة خلال 24 ساعة من ضبط 481 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 228 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 82 طن، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 1445.5 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 709 قضايا، من بينها 149 قضية خبز ناقص الوزن و121 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 13 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 101 طن أقماح محلية. قدم البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية التعزية لأهالي ضحايا الحادث الذي وقع بكنيسة أبي سيفين بالجيزة، مشيرا إلى برقية الرئيس السيسي قائلا إنها كانت طيبة ومبكرة جدا. كما أشاد البابا تودروس في الوقت ذاته بما تواصلت إليه التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بالاشتراك مع وزارة الداخلية بشأن حادث كنيسة المنيا الجديدة، قائلا إن الحادثة أظهر تكاتف المصريين ومعدنهم الأصيل. نشكر الله على كل الذين ساهموا في احتواء هذه الأزمة من الأجهزة المعنية في الدولة والمسؤولين والشعب والجيران، وظهرت معدن الشعب المصري الأصيل في كل المساهمات التي تمت من أجل أو فيها خلال هذه الأزمة الشديدة. نشكر كل معونة وكل مساندة قدمت وقت الأزمة لكي ما يخف وقعها. طبعا تقدم العديد بالعزاء في هؤلاء الذين انتقلوا إلى السماء. برقية طيبة وكانت مبكرة جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومن السيد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، وأيضا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، كافة الوزراء والسفراء والمسؤولين في جهات أخرى كثيرة جدا داخل مصر وخارج مصر، وأيضا بعض من قادة الكنائس في منطقة الشرق الأوسط وخارجها أيضا.
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان لها أنه بخصوص كنيسة القديس الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة وحادث الحريق الذي طال الدور الأرضي بها، توصلت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة والمعمل الجنائي وبعد تفريغ كاميرات الكنيسة وجهاز الدي في آر إلى أن منشأ الحريق بعض الشموع التي كان يلهو بها طفلان من أبناء الكنيسة، وذلك عن غير قصد منهما. وأوضحت الكنيسة أن النيابة العامة استدعت الطفلين وأسرتيهما وتم سؤالهما وأقر بما ظهر في التسجيلات المصورة التي أظهرت في تفريغ الكاميرات. وأكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن النيابة العامة قامت بواجبها على أكمل وجه بالاشتراك مع أجهزة وزارة الداخلية، سواء في التحريات أو التحقيقات التي جرت بمنتهى السرعة والجدية والدقة والشفافية، مما ساهم في إجلاء حقيقة الحادث. هذا وقد ناشدت الكنيسة الجميع عدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المغلوطة البعيدة تماما عن الحقيقة وإلى محاولات التشكيك المغرضة. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مدينة لفيف الأوكرانية. هذا ومن المقرر أن يعقد غوتيريش اجتماعا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لفيف الخميس، كما سيزور الأمين العام للأمم المتحدة ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود. اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ أنه من الملح أن تجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيشا في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والتي تسيطر عليها روسيا، بينما تتواصل الضربات والاشتباكات في محيطها. وطالب ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي بضمان انسحاب جميع القوات الروسية من موقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية بأوكرانيا. جدير بالذكر أن القوات الروسية استولت على المحطة النووية الأكبر بأوروبا في مطلع مارس. هدد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزينكوف بأن كل المنشآت العسكرية الروسية بالأراضي الأوكرانية أهداف مشروعة لقوات بلاده. يأتي هذا في حين حذر وزير الداخلية الأوكراني دينيس مونسترسكي من أن على بلاده أن تستعد لجميع السيناريوهات في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر القوات الروسية وتستهدفها بقصف متكرر. هذا وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأن عمليات القصف التي طالت أكبر محطة نووية في أوروبا الواقعة تحت سيطرة الجيش الروسي منذ مارس، مما أثار مخاوف من وقوع كارثة كبرى في أوروبا. حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه من الاقتراب من المنشآت العسكرية الروسية ومواقع تخزين الذخيرة والمعدات. وألمح زيلينسكي أن العمليات الأوكرانية التي تتم خلف خطوط القوات الروسية، وذلك في إشارة إلى الانفجارات التي وقعت بمستودع روسي للذخيرة بشبه جزيرة القرم والتي لم تعلن كييف مسؤوليتها عنها صراحة. وقال زيلينسكي أن أسباب الانفجارات بالأراضي الأوكرانية الواقعة تحت سيطرة روسيا يمكن أن تكون متنوعة، مشيرا إلى أنها تحمل معنى واحدا وهو تدمير الخدمات اللوجستية للقوات الروسية وذخائرها ومعداتها العسكرية وغير العسكرية ومراكز القيادة.
أعلنت شركة إدارة المحطات النووية الروسية أن محطة الطاقة الذرية بمقاطعة كيرسك على الحدود مع أوكرانيا عادت للعمل بشكل كامل. كانت مصادر روسية قد أعلنت قيام مجموعات تخريب أوكرانية بتفجير 6 أبراج لخطوط الكهرباء التي تغذي المحطة النووية الواقعة في منطقة كورتشاتشوف بالمقاطعة. وكانت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية قد أفادت أن التفجير تسبب بخلل في سير العملية التكنولوجية لتشغيل محطة الطاقة النووية، مؤكدة أن الحرس الوطني الروسي عزز أمن منشآت الطاقة النووية. أعلن مسؤول حكومي أوكراني أن القوات الروسية شنت هجمات صاروخية على إقليم أوديسا جنوب غرب أوكرانيا. وأضاف المسؤول أن الهجمات الصاروخية أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص وتعرضت مباني السكنية لحرائق ودمار، مشيرا إلى أنه تم إرسال ما يصل إلى 7 وحدات من أفراد الإطفاء للتعامل مع آثار القصف الصاروخي. قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي إن وقف الجوع في العالم يتطلب إجراءات أكثر من مجرد نقل السفن للحبوب إلى خارج أوكرانيا. وأضاف بيزلي أن منطقة القرن الإفريقي تعد واحدة من العديد من المناطق حول العالم التي تضررت من التوقف شبه الكامل لتدفق الحبوب والأغذية الأوكرانية بالأسواق العالمية، ما جعل الحياة فيها أكثر صعوبة بالنسبة للأسر التي تكافح بالفعل مع تزايد الجوع. ذكر برنامج الأغذية العالمي أن العالم ما زال يواجه أزمة غذاء غير مسبوقة على الرغم من هذه التطورات الإيجابية. If the United Nations system is serious about our commitment to not only address humanitarian needs, but also work together to a difficult system. أظهرت توقعات لوزارة الاقتصاد الروسية أن متوسط سعر تصدير الغاز سيرتفع بأكثر من الضعفين هذا العام إلى 730 دولارا لكل 1000 متر مكعب، قبل أن ينخفض تدريجيا حتى نهاية 2025 مع تراجع صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب. يتدفق الغاز من روسيا أكبر مورد لأوروبا بمستويات منخفضة هذا العام بعد إغلاق أحد الطرق عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا في شهر فبراير، وقطع روسيا الإمدادات عن دول أوروبية لرفضها دفع ثمن الغاز بالروبل، وكذلك اندلاع نزاع بشأن إصلاح توربين ضروري لتشغيل خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا. أظهرت بيانات من مصادر تجارية وصناعية أن واردات الهند من النفط الخام من روسيا بيوليو تراجعت للمرة الأولى منذ مارس إلى جانب مشترياتها الإجمالية، بينما ارتفعت الإمدادات من السعودية لأول مرة في 5 أشهر. ارتفعت مصافي تكرير النفط الهندية من الإمدادات من السعودية في ظل جاذبية الأسعار، فيما ارتفعت أسعار الإمدادات الروسية بسبب الطلب القوي. استقبلت الهند
الهند شحنات من النفط الروسي بلغت 877,400 برميل يوميا في يوليو، بانخفاض نحو 7.3% عن يونيو. لا تزال موسكو أكبر مورد للنفط للهند بعد العراق. أعلنت الحكومة الكوبية أنها ستسمح بالاستثمارات الأجنبية في تجارتي الجملة والتجزئة سعيا لإيجاد حل لأزمة نقص السلع الحاد في هذا البلد. وقال وزير الاقتصاد الكوبي إن الاستثمار الأجنبي في تجارتي الجملة والتجزئة بتنظيم من الدولة سيسمح بتوزيع الإمدادات للسكان وبتنويعها، وسيساهم في إنعاش الصناعة الوطنية. ووفقا للإجراءات الجديدة يمكن لشركات البيع بالجملة أن تكون تابعة بنسبة 100% لمستثمرين من القطاع الخاص، لكن شركات البيع بالتجزئة ستظل خاضعة لنظام الاقتصاد المختلط المعمول به في الجزيرة، والذي ينبغي أن تحتفظ الدولة بالمشاركة فيه. أعلنت الخارجية الأمريكية أن الصين تعاملت بطريقة تصعيدية من خلال ردها العسكري على زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي لتايوان. يأتي هذا في حين حلقت مقاتلات تايوانية من طراز F-16 في السماء في استعراض للقوة أمام وسائل الإعلام. وندد المتحدث باسم وزارة الدفاع سون ليفانغ للصحفيين بتصرفات الصين، ووصف التدريبات التايوانية بأنها فرصة جيدة للقوات لصقل مهاراتها. كما أضاف المتحدث أنه سيتم إجراء كل التدريبات لتحسين الأساليب والفعالية القتالية للقوات التايوانية. أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنها سترسل قوات عسكرية إلى روسيا لإجراء مناورات مشتركة. وذلك بالتزامن، أطلقت الصين مناورات عسكرية جديدة اليوم حول جزيرة تايوان. وأكد مصدر عسكري صيني أن التدريبات ستتواصل حتى الجمعة المقبل، وتأتي التدريبات الجديدة غدا انتهاء 5 مناورات عسكرية حول الجزيرة بالقرب من مضيق تايوان. وتتواصل التدريبات العسكرية للجيش الصيني والمناورات باستخدام الذخيرة الحية حول الجزيرة منذ الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي. 这是应该说是一个阶段。 تعتزم حكومتا اليابان والصين إجراء محادثات أمنية رفيعة المستوى بينهما في بكين، حيث يسعى الطرفان إلى تجنب المزيد من التدهور في العلاقات والتدريبات العسكرية الرئيسية التي أجرتها بكين بالقرب من تايوان في وقت سابق من هذا الشهر. وذكرت وكالة الأنباء اليابانية أنه خلال الاجتماع المرتقب بين مستشار الأمن القومي الياباني وكبير الدبلوماسيين الصينيين، فأنه من المرجح أن تعبر طوكيو فيه عن قلقها إزاء التدريبات التي أجرتها بكين احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وتؤكد أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. اجتماع الرئاسات الثلاثة العراقية مع قادة القوى السياسية والكاظمي يؤكد استمرار الحوار لوضع خارطة طريق قانونية. أعربت وزارة الخارجية عن تهنئة مصر إلى جمهورية تونس الشقيقة حكومة وشعبا بمناسبة ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن قبول مشروع نص الدستور الجديد. أكدت الخارجية أن إعلان قبول الدستور الجديد يعكس إرادة الشعب التونسي وتطلعه على استمرار مسيرة التقدم والازدهار بالبلاد.
كما أكدت دعم مصر وتضامنها مع تونس من أجل الاستقرار والرخاء للأشقاء التونسيين، وفي إطار ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية ممتدة وروابط أخوية تجمعهما. كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس قد أعلنت قبول مشروع الدستور الجديد بنسبة تجاوزت 94%، وبذلك يدخل الدستور الجديد حيز التنفيذ ويرسم معه ملامح الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد. نحو جمهورية جديدة تسير تونس على الخطى الصحيحة، وذلك بعد قبول النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور الجديد. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أعلنت رسميا قبول مشروع الدستور الجديد بنسبة تجاوزت 94%، ليدخل بذلك الدستور الجديد حيز التنفيذ ويرسم معه ملامح الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد. فمن دون أحزاب فاسدة أو جماعات صاحبة أيديولوجيات محددة، يضع الدستور الجديد قواعد لبنيان جمهورية صلبة بحسب مراقبين. المراقبون ذاتهم ارتأوا أن الصلاحيات المعززة لرئيس الجمهورية في الدستور الجديد سيضمن استقرار الدولة التونسية ومؤسساتها، ويقطع الطريق على الفساد والمنظومات السياسية الفاشلة والتدمير الممنهج لمؤسسات الدولة واقتصادها، علاوة على وقف ضرب النموذج المجتمعي والثقافي التونسي. خرج الدستور الجديد إذن بعد حوار مجتمعي واسع أدلى الجميع فيه بدلوه وأعطى كل تونسي فيه برأيه، وفوق كل ذلك كان القانون فوق الجميع بنظره للطعون المقدمة ضد نتائج الاستفتاء، ليصبح شعار جمهورية تونس الجديدة بين كلمتين: الدستور والقانون. قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي إن هناك وجهات نظر متقاربة مع رئيس الجمهورية ميشيل عون حول تشكيل الحكومة الجديدة. جاءت تصريحات ميقاتي عقب لقائه بالرئيس اللبناني بقصر الرئاسة ببعبدة لبحث التشكيلة الحكومية والأوضاع الاقتصادية بلبنان. وأكد ميقاتي أنه قدم بالتاسع والعشرين من يونيو الماضي إلى الرئيس تشكيلة للحكومة، موضحا أن الحديث متواصل بشأن تشكيل الحكومة. إلى العراق، حيث اجتمعت الرئاسات الثلاثة للحكومة والرئاسة والبرلمان مع قادة القوى السياسية الوطنية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وذلك لمناقشة التطورات السياسية في البلاد وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق. وخلال الاجتماع تم التأكيد على استمرار الحوار الوطني لوضع خارطة طريق قانونية ودستورية. وأضاف مجلس الوزراء العراقي أن الاجتماع أكد على الالتزام بالثوابت الوطنية وإيجاد حل لكل الأزمات، مشيرا إلى أن الرئاسات الثلاث اجتمعت مع قادة القوى لمناقشة التطورات السياسية. من جانبه، أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن الحوار الوطني هو أولوية قصوى لمعالجة الأزمة، مشددا على ضرورة وضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح الوطن. وأشار الرئيس العراقي إلى أن استمرار الوضع القائم حاليا غير مقبول ويتطلب تجاوز الخلافات، مضيفا أن احترام إرادة المواطنين هو أساس الخروج من الأزمة السياسية. جاء ذلك خلال أعمال جلسة الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قادة القوى السياسية الوطنية. We'll be right back.
انطلقت القافلة الطبية المجانية بالمركز الحضري بمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذا وتتضمن القوافل توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي مدينة أبو زنيمة بجميع التخصصات الطبية. يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجاً. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. قافلة النهاردة وضمن مبادرة حياة كريمة موجودة في قرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد. مركز كفر سعد هو المستهدف ضمن مبادرة سياحة حياة كريمة بمرحلتها الأولى. قرية الوسطاني من القرى الكبيرة ولها توابع كتير، فبناء عليه كان لازم إن احنا نعمل دعاية كويسة للقافلة. القافلة طبعا بتقدم الكشف والعلاج والتحاليل والأشعاعات والثقافة الصحية والخدمات المتكاملة، وده طبعا بالمجان تماما. فكان للزمن علينا نوصل الخدمات دي أو الصورة دي للمواطنين علشان يقدر أكبر عدد من الناس اللي موجودة المواطنين الموجودين يستفادوا من الخدمة دي. النهاردة في القافلة بنقوم باستلام التذكرة من الصيدلية، بعد كده بنسجلها برنامج معين تبع الوزارة عندها الأجهزة. في نهاية القافلة خالص بنجمع البيانات ديت ونبقى نرجع لها بعد كده عند وضع الخطة، مثلا نشوف الأماكن الأكثر احتياجا للخدمة الصحية، بنشوف التخصصات اللي محتاجينها في المكان ده لما نيجي نرجع له تاني. إدارة القوافل الطبية بتهتم بعنصر التثقيف الصحي كعنصر أساسي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بهدف رفع الوعي الصحي عندهم. احنا بنتكلم على مواضيع كثيرة مع المواطنين وخصوصا الأمراض المعدية، وخاصة الأمراض المعدية اللي موجودة في الوقت الحالي، طبعا من ضمنها مرض الكورونا. بنكلم الناس على طرق الوقاية وأهمية التباعد الاجتماعي وغسيل الأيدي والمواضيع اللي بتخلينا نحمي نفسنا من الإصابة بالكورونا، وخاصة حاليا موضوع التطعيم. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أيمن عاشور نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لشعبة العلوم للمرحلة الأولى 365 درجة فأكثر بنسبة 89.2%، بينما بلغ الحد الأدنى لشعبة الرياضيات للمرحلة الأولى 341 درجة فأكثر بنسبة تصل إلى 83.17%. هنبدأ من بكرة بإذن الله الخميس 18 أغسطس نتلقى رغبات ولادنا في المرحلة الثانية وفقاً للي أعلناه، وحتى يوم الاثنين 22 أغسطس بإذن الله. تقريباً المرحلة دي وفقاً للمجاميع اللي معلنة هيبقى هنقبل 269,202 طالب، منهم في الشعبة الأدبية 45,908، والشعبة العلمية 223,294 طالب إن شاء الله. أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لإجراء تعديلات على جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للدور الثاني للعام الدراسي الحالي. وأوضح المركز أنه سيتم عقد امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي بمواعيدها المحددة وفقا للجداول المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت 20 أغسطس الجاري للطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، ستنتهي يوم الثلاثاء 30 من الشهر ذاته دون أي تغيير.
انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء على مسرح المحكة. وللمزيد ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، يعني بعد التحية ضعنا في الأجواء لديك وانطلاقة للدورة 30 لمهرجان قلعة صلاح الدين. نعم محمد ورغدة، تحية لكم. بالفعل منذ قليل انطلقت فعاليات الدورة 30 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، هذا المهرجان الدولي الذي يشارك فيه العديد من نجوم ومطربي الوطن العربي وكذلك فرق من دول عربية وأجنبية. منذ قليل صعدت الآن من خلف الفنانة الأردنية زين عوض وهي تشارك بفرقتها الأردنية وهي فرقة قلعة عمان للموسيقى العربية، وهي من ضمن الفرق العربية المشاركة في فعاليات هذه الدورة 30 لمهرجان القلعة. أشير إلى أن هناك أكثر من 40 حفلا على مدار أيام فعاليات المهرجان الذي بدأ اليوم 17 من أغسطس ويستمر حتى 31 من أغسطس، وقد تم تأجيله 3 أيام نظرا لحالة انحداد على أرواح ضحايا كنيسة أبو سيفين. وكذلك بدأ حفل الافتتاح اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح كنيسة أبو سيفين في الجيزة. تحدثنا مع عدد من الجمهور الذي كان إقبال كبير جدا من الجمهور وأعرب عن سعادته الشديدة بفعاليات هذا المهرجان الذي يقام في قلعة صلاح الدين الأيوبي التي تجمع وتمزج ما بين الحضارة والتاريخ والموسيقى الشرقية الأصيلة. كذلك هناك استعدادات كبيرة جدا هنا في القلعة من حيث تجهيز هذا المسرح الذي يسع لقرابة 5000 متفرج للاستمتاع بهذه الموسيقى الشرقية والحفلات المقامة حتى 31 من أغسطس، بالإضافة لأنه تم توفير سيارات تقوم بإدخال الجمهور من خارج القلعة إلى داخل المسرح الذي نقف أمامه الآن، بالإضافة إلى أن هناك أسعار رمزية لدخول المواطنين ويتم استقبال الجمهور يوميا من الساعة 4 عصرا وتبدأ الحفلات بشكل يومي في تمام 8 مساء. هذا إجمالا حفل الافتتاح هنا في قلعة صلاح الدين الأيوبي ومهرجان القلعة. إليكم زملائي في الاستوديو. يعني أجواء جميلة ورائعة من البهجة لديك. نود التعرف أكثر أحمد على يعني برنامج مهرجان الموسيقى والغناء في دورته 30، أبرز المشاركين والمطربين المصريين والعرب ومواعيد الحفلات خلال الأيام المقبلة. بالفعل محمد، هناك العديد والكثير من الفرق العربية والأجنبية كما أشرت مشاركة في فعاليات هذا المهرجان. من بين الفرق الأجنبية المشاركة هناك فرقة هندية أيضا تشارك في فعاليات هذا المهرجان، تشارك بعروضها الفنية والتراثية الهندية، بالإضافة إلى فرق من الإنشاد الصوفي وأيضا من دار الأوبرا المصرية وكذلك من فرقة المواهب الصغار في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى مطربين منهم الفنان هشام عباس وغيرهم من الفنانين هاني شاكر وغيرهم من نجوم أيضا مصر والوطن العربي. أشير أيضا إلى أن حفل الافتتاح اليوم بدأ بتكريم 9 شخصيات فنية أثرت الحياة الثقافية والفنية في مصر وأيضا على مستوى الوطن العربي. هذا إجمالا يعني، ونتابع معكم يوميا فعاليات هذا المهرجان الذي يستمر حتى 31 من أغسطس. شكرا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري على كل هذه التفاصيل من مقر انطلاق مهرجان القلعة للغناء في دورته 30. افتتح محافظ الإسماعيلية شريف بشارة حديقة المعرفة التي تعد أحدث الحدائق المقامة بالتزامن مع قرب احتفالات محافظة الإسماعيلية بمهرجان المانجو في دورته الأولى. هذا وقد أكد محافظ الإسماعيلية أن إجمالية مساحة الحدائق والمتنزهات العامة والميادين التي تم تطويرها بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من عام 2019 وحتى الآن يتعدى 10 أفدنة، بالإضافة إلى 7 أفدنة مسطح أخضر بالحديقة الدولية بالطريق الدائري. أما الآن فمع أخبار المال والأعمال. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة دينا شرف
إليك دينا. شكرا لك محمد، شكرا لك رغدة. والآن موعدنا مع أخبار والمال والأعمال محليا وعالميا. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر سجلت 65 صفقة اندماج واستحواذ بقيمة 3.2 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي. وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر جاءت ثاني أكبر وجهة للاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة وعدد الصفقات. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا جلسة مباحثات مشتركة مع رولاند بان الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الدنماركية الرائدة في مجال التحفيز والتقنية العمليات، حيث ناقش الجانبان مشروعات التحول الطاقي وإمكانية الاستفادة من خبرات الشركة الدنماركية في تقنيات الأمونيا الخضراء. كما استعرض وزير البترول جهود مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، وأوضح أن ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير في هذه المجالات يتماشى مع أهداف وخطط الدولة المصرية للحد من الانبعاثات الكربونية وإنتاج مواد صديقة للبيئة وأنواع وقود متجددة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والزرقاء. وقع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين مذكرة تفاهم مع شركة يابانية في إطار التعاون المستمر بين المنطقة الاقتصادية والجانب الياباني، وكذلك استقطاب المزيد من المشروعات اليابانية داخل المنطقة، حيث تهدف المذكرة إلى التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المشروعات التي تتوافق مع خطة المنطقة الاقتصادية في التنمية وتتفق مع صناعتها المستهدفة. وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية على دعم المنطقة للصناعات اليابانية في مصر ومدى التطلع لمزيد من التعاون البناء والمثمر. ومن جانبه أكد السفير الياباني أن المنطقة الاقتصادية تتمتع بمزيد من المزايا والحوافز الاستثمارية، مؤكدا على أهمية التعاون واستقطاب مزيد من الاستثمارات اليابانية داخل المنطقة الاقتصادية خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر. في سوق المال تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشر إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 1.45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669 مليارا و530 مليون جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت أكثر من 4 مليارات جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 9843 نقطة مرتفعا بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 10058 نقطة. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2149 نقطة مرتفعا بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة. وفتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3064 نقطة مرتفعا بنسبة 99% ليغلق عند مستوى 3095 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و9 قروش للشراء و19 جنيها و19 قرشا للبيع. اليورو سجل 19 جنيها و41 قرشا للشراء و19 جنيها و52 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني سجل 22 جنيها و6 قروش للشراء و23 جنيها و19 قرشا للبيع. الدرهم الإماراتي سجل 5 جنيهات و19 قرشا للشراء و5 جنيهات و23 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيهات و8 قروش للشراء و5 جنيهات و11 قرشا للبيع.
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي دون تغيير رغم استمرار المخاوف من أن يتجه الاقتصاد العالمي نحو الركود. وأضاف النقد الدولي أن التوقعات لنمو اقتصاد المملكة لا تزال عند 7.6% هذا العام، مدعوما بطلب قوي على النفط ونمو مرتفع بنسبة 4.2% للقطاع غير النفطي في السعودية. ختام أخبار المال والأعمال وعودة مرة أخرى إلى رغدة ومحمد، إليكما. شكرا لك دينا. أعلن أكبر مزود للمياه ببريطانيا تيمز وورر اليوم على اعتماد لندن قيودا على استخدام المياه نتيجة موجة الجفاف الحالية اعتبارا من 24 من أغسطس الجاري. وبموجب هذا القرار سيتعذر على حوالي 15 مليون شخص في العاصمة ومنطقة أكسفورد ري حدائقهم وملأ أحواض السباحة التابعة لهم وتنظيف السيارات والزجاج والباحات الداخلية باستخدام خراطيم المياه. والآن موعد وقفتنا الرياضية في نشرة التاسعة. نعم، عودة مرة أخرى إلى دينا شرف، إليك دينا. شكرا لك رغدة، شكرا لك محمد، والآن موعدنا مع أخبار الرياضة. يتابع عشاق الساحرة المستديرة اللقاء الذي يجمع الأهلي مع نظيره إسترن كامباني على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك ضمن منافسات الجولة 31 لمسابقة الدوري ممتاز. يحتل الأهلي المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 62 نقطة، بينما يحتل إسترن كامباني المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة. حقق فريق طلاء الجيش فوزا على فريق إنبي بهدف نظيف في مباراة التي أقيمت بينهما على استاد بتروسبورت في منافسات الأسبوع 31 من بطولة الدوري الممتاز. وبهذه النتيجة رفع طلاء الجيش رصيده إلى النقطة 49 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري. في المقابل ظل فريق إنبي المركز 11 برصيد 35 نقطة. وافق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام على طلب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد مارك كلانتبرغ بإقامة معسكر للحكام المصريين خلال الفترة المقبلة. وطلب الحكم الإنجليزي الدولي السابق إقامة معسكر يضم 40 حكما في إطار خطته للتطوير التحكيم المصرية. وتولى كلانتبرغ قيادة منظومة التحكيم المصرية خلال شهر أغسطس الحالي، واجتمع بالحكام خلال الأيام الماضية لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بتطوير المنظومة. نجح المنتخب الوطني للمواي تاي في حصد 4 ميداليات برونزية ببطولة العالم المقامة حاليا في كوالالمبور حتى يوم الأحد المقبل، كما تأهل للدور النهائي كل من زكريا وليد بعد الفوز على بطل روسيا سيرجي لوباسكي في نصف النهائي، كما تأهلت نادية رجب للنهائي بينما وصلت جومانا وليد للمباراة النهائية لعدم وجود لاعبات في ميزانها سوى هي ولاعبة أخرى. ختام أخبار الرياضة عودة مرة أخرى إلى رغدة ومحمد، إليكما. شكرا لك دينا. سيبدأ صاروخ عملاق تابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا رحلة برية تمتد لساعات إلى منصة الإطلاق استعدادا لرحلته التجريبية الأولى في الفضاء في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وحددت ناسا موعدا لإطلاق الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 98 مترا يحمل كبسولة غير مأهولة للبشر بأول مهمة له إلى الفضاء. ستكون الرحلة التجريبية التي طال انتظارها حاسمة في تقييم مدى تقدم برنامج أرتمس التابع لوكالة ناسا، والذي كلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات على أمل إعادة البشر إلى سطح القمر كتدريب على مهام مستقبلية إلى المريخ. والآن مع أحوال الطقس. وتستعرضها لنا في وقفة أخيرة من نشرة التاسعة دينا شرف، إليك مرة أخرى دينا. شكرا لك محمد، شكرا لك رغدة. والآن موعدنا مع أخبار الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر، ونبدأها من القاهرة العظمى 34 والصغرى 25، الإسكندرية 31 24، مطروح 30 24، بورسعيد 32 25، الإسماعيلية 35 26، السويس 35 25، العريش 32 24، طابة 35 26، شرم الشيخ 38 29، الغردقة 37 28، الأقصر 42 28، أسوان 42 29، الوادي الجديد 42 25، شلاتين 38 27، وأخيرا حلايب 34 28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أبرز لقطة في اليوم. بلقطة اليوم نصل مع حضراتكم لختام نشرة التاسعة، بقي أن نذكركم بأبرز عناوينها.
الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، القوات المسلحة ترسل مساعدات إغاثية للسودان عبر الجسر الجوي. كييف تؤكد أن المنشآت العسكرية الروسية بأراضيها أهداف مشروعة للقوات الأوكرانية. نهاية النشرة، لكن التاسعة ما زالت مستمرة مع الإعلامي يوسف الحسين. مساء الخير. ازيك يا رغدة؟ ازيك يا محمد؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. هو البلد مليانة هبد ولا انا بيتهيألي؟ كل حاجة موجودة. كل حاجة موجودة، هتحس ان هو مشكل سلطات كده. بس احنا المفروض نركز بس نبعد عن حاجة بتهبد. الناس بتهبد، حاجة بتضايق. على كل هنتناقش في حكاية الهبد دي بعد شوية. اشكركم اولا واستأذنكم نبدأ فقراتنا.